هنتكلم في الفيديوهات اللي جايه عن الفروزن شولدر. الفروزن شولدر له اسم تاني هو الادهيسيف كابسولايتس، والاسماء دي ممكن نفهم منها معنى الفروزن شولدر واللي بيحصل فيه. الفروزن شولدر معناها تيبس في مفصل الكتف، والادهيسيف كابسولايتس معناها حدوث التصاقات حول الكبسول اوف شولدر جوينت. وده فعلا اللي بيحصل فيه الفروزن شولدر، بيكون فيه ثيكنينج وسويلنج تايتنينج في التيشو اراوند الشولدر، وده بيؤدي لان السبيس اللي بتتحرك فيه الهيومرال هيرن بيضيق، وبالتالي بيحصل تيبس في الحركه مع الم في الكتف، وده كله بيؤدي الى لوس اوف فول رينج اوف موشن. في مجموعه من الريسك فاكتورز وجودها بيساعد على حدوث الفروزن شولدر، وهي ان يكون السن فوق 40 سنه، ان يكون في برولونجد اموبلايزيشن للشولدر مثلا مع جبس لفتره طويله او بعد جراحه. ممكن كمان الفروزن شولدر يحصل مع اذر شولدر بروبلمز زي الفالسيفيك تندونايتس او روتيتور كاف تير. وفي بعض الامراض اللي بتساعد على حدوث الفروزن شولدر ومن اشهرها مرض السكر، كمان ممكن يحصل مع الناس الكاردياك بعد اتاك اوف مايوكارديال انفاركشن، ممكن يحصل مع هايبر ثايرويدزم.